بيكم أعزائي متابعي راديو الأهرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسواق.com. واليوم هنتكلم عن أسعار معظم أنواع السلع الأساسية اللي أي بيت ما يقدرش يستغنى عنها، وده قبل أسبوع من شهر رمضان الكريم، وكمان أسعار اللحوم والدواجن وأسعار البلدي والمستورد منها. بس ياريت نعمل في الأول لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد عن جميع الأسعار. في البداية سجل الأرز الأبيض البلدي 11 جنيه للكيلو، والفول الحصى البلدي 24 جنيه، والفول المستورد 15 جنيه ونص للكيلو. أما اللوبيا فسجلت 21 جنيه، والسكر الأبيض دلوقتي هننتقل لأسعار الدواجن اللي سجل فيها سعر الكيلو الدجاج المزارع الأبيض 43 جنيه 25 قرش، ودجاج مزارع أحمر 45 جنيه ونص للكيلو، وصدور الدجاج المخلية 94 جنيه ونص، ودجاج مجمد بدون أحشاء برازيلي من المجمعات الاستهلاكية 45 جنيه. أما عن أسعار الأسماك فسجل البولتي سعر الكيلو منه 35 جنيه ونص، وسمك الماكريل 47 جنيه، والسمك البوري 75 جنيه، والفيليه 95 جنيه. وبكده احنا رصدنا لكم معظم السلع الأساسية اللي ما يستغناش عنها أي بيت. كل سنة وانتم طيبين، وفي آخر الحلقة بنتمنى لكم تسوق ممتع ويوم جميل في أسواق.com. استنونا في حلقات جاية عشان نعرف مع بعض أصل السعر بكل سلعة. كانت معكم سماح الجمال.